خلال تفقده المشروعات الصناعية والتكنولوجية ببني سويف مدبولي يشيد بجهود توطين الصناعة ويؤكد توفير الدولة لحوافز تعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية. رداً على مزاعم إسرائيلية بانسحابها، مصر تؤكد عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولي. وقوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة لليوم 25 بعد 200 واستشهاد 15 فلسطينياً جراء قصف على مخيم جباليا شمالي القطاع. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بصورة تدريجية. وخلال جولة تفقدية بعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، أشار مدبولي إلى مضي الدولة المصرية قدما وبخطى حثيثة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مختلف الصناعات، لافتا إلى أن مسيرة العمل خلال الفترة الحالية ترتكز على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص. هذا وشملت جولة مدبولي تفقد مجمع مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، موجها بدراسة الحوافز المطلوبة للصناعات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية ومدى إمكانية رفع نسبة حوافز التصنيع المحلي في تلك الصناعات. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات خلال زيارته إلى منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف. وخلال جولته التفقدية بالمجمع، أشاد مدبولي بجهود شركة سامسونج في توطين صناعة التقنيات الحديثة لمختلف منتجاتها بالسوق المصرية، مؤكدا استعداد الحكومة لتوفير مختلف الحوافز الممكنة التي تحتاجها الشركة لتعزيز تنافسيتها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية انطلاقا من مصر. من جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج مصر إلى تطلع الشركة لجعل مصر مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير يخدم مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية من أنباء بشأن تراجع مصر عن الانضمام لدولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وشدد المصدر رفيع المستوى على أن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولية. في إطار ثوابت مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، شهدت مرافعة مصر التاريخية السابقة أمام محكمة العدل الدولية شهدت إشادات لإدانة القاهرة للممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي. وكانت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى ترافعت أمام محكمة العدل الدولية في 21 من فبراير الماضي، مشددة خلال كلمتها على ضرورة وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية.
عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك اجتماعا على مستوى السفراء المندوبين الدائمين لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسبل تعزيز التحرك العربي في كافة المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وشدد السفراء العرب على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل. واستنكر السفراء العرب الهجمات الإسرائيلية التصعيدية على رفح الفلسطينية، مشددين على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني. وأذن السفراء إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح من الجهة الفلسطينية، والذي يعد شريان الحياة لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. كما أدان السفراء العرب الحملة الممنهجة والتهديدات الصارخة الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. يجري مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان محادثات اليوم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومن المقرر أن يتوجه سوليفان إلى إسرائيل الأحد للقاء بنيامين نتنياهو. وذكر البيت الأبيض أن سوليفان سيشدد في محادثاته مع الإسرائيليين على تنفيذ عملياتهم العسكرية في قطاع غزة بشكل دقيق دون الحاجة إلى شن هجوم واسع النطاق. بدورها أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمواصلة الجيش الإسرائيلي تحصين ممر نتساريم الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين. وفي تقرير لها أوضحت الصحيفة الأمريكية أن عمليات التحصين هذه تكشف عن خطط إسرائيل لما بعد الحرب في القطاع، والتي تتمثل في إعادة تشكيل وترسيخ التواجد العسكري الإسرائيلي هناك، مشيرة إلى أن الممر يبلغ طوله 4 أميال جنوبي مدينة غزة ويمتد من الحدود الإسرائيلية في شرقي القطاع حتى البحر المتوسط في الغرب. We'll be right back.
وعودة إلى الإجراءات التي تتخذها مصر لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولي، ينضم إلينا هاتفيا للتحليل الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي. دكتور أيمن، بعد التحية، إصرار مصري واضح على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولي، وفي فبراير الماضي كانت لمصر مرافعة تاريخية أمام المحكمة ذاتها. في رأيك مرافعة مصر المقبلة ماذا ستحمل من جديد؟ أهلا بكم. يعني أنا يهمني أوضح للمشاهدين والمشاهدات موضوع قانوني، مسألة قانونية مهمة بمكان، ولولا أهميتها لما كان التحرك المصري، وهي التدخل، المصطلح التدخل المصري في دعوى جنوب أفريقيا التي رفعتها العام المنصرم في ديسمبر 2023 ضد جنوب أفريقيا. التدخل هذا المصري وبعد إعلان رسمي لمحكمة العدل الدولية يعني أن مصر ستكون دولة متدخلة طرف مع جنوب أفريقيا، وتدعي على الدولة المدعية جنوب إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، مدعى عليها ومن شأن الإبادة الجماعية أمام المحكمة في الهاي، ومن شأن ذلك التدخل أن يوفر لعدالة المحكمة فضلا للدولة المدعية جنوب أفريقيا الحجج والأسانيد القانونية التي تؤكد بأن إسرائيل بترتكب جريمة الإبادة الجماعية اعتبارا من الثامن من أكتوبر، أي اليوم الثالث للنزاع المسلح الأخير بين حماس في غزة وإسرائيل من جانب آخر. التدخل رخصة وحق لمصر. لماذا؟ لأن مصر وجنوب أفريقيا دولتان أعضاء عضوان في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ومصر عليها واجب دولي كما هو الواجب الدولي على جنوب أفريقيا بملاحقة جريمة الإبادة الجماعية في أي دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وعددها 153 دولة. لذلك من المتصور أن هناك إجراء رسمي، إجراء قانوني قضائي صدر من مسجل المحكمة العدل الدولية في الهاي إلى البعثة المصرية في المملكة الهولندية يخطر مصر وكافة الدول أعضاء الاتفاقية بأن مصر يمكنها التدخل القضائي في الدعوة الماثلة في لاهاي. دكتور أيمن، اسمح لي، بما أننا نتحدث في الإطار القانوني وللتوضيح أكثر للمشاهد غير المتخصص في القانون وتحديدا ونحن نتحدث عن قانون دولي، ما الفرق بين التدخل المصري في بادئ الأمر في فبراير واليوم من الناحية القانونية؟ طبعا مصر لم تتدخل على وجه الإطلاق. مصر كان لها مرافعة في فبراير الماضي. في فبراير الماضي لم تكن محكمة العدل الدولية بخصوص دعوة الإبادة الجماعية، ولكن بخصوص الرأي الاستشاري لذات المحكمة. وأشكرك، سؤال مهم جدا، الرأي الاستشاري للعدل الدولية بخصوص التداعيات على المدنيين العزل في فلسطين من جراء الاحتلال العسكري. ولم تكن مصر وحسب، ولكن ربما أكثر من 140 دولة صحيح ترفعوا أمام المحكمة وقدموا أدلة وقرائن دولي قانونية بموجب القانون الدولي بأن إسرائيل بتنتهك تحديدا اتفاقية الأمم المتحدة الرابعة لحماية المدنيين أثناء الاحتلال. لذلك احنا بنفرق بين رأي استشاري للعدل الدولية ما تزال المحكمة لم تصدره بعد، وسيكون الرأي الاستشاري في قضية مماثلة رفعتها أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004، وأصدرت المحكمة الرأي الاستشاري بخصوص الجدار العازل العنصري الإسرائيلي في عام 2004. ومصر أيضا كان لها دور وثقل قانوني مهم من خلال الآراء القانونية التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية، وكان لمصر الشرف أيضا بأن يكون في حينه السفير نبيل العربي قاضيا مصريا من ضمن 15 قاضي دولي حينئذ في لاهاي في محكمة العدل الدولي. نعم،
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى هذا التوضيح. أكثر من 7 أشهر على فشل إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها المعلنة في حربها الشعواء ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. وخلال هذه الفترة برزت تساؤلات حول الخطة بشأن اليوم التالي للحرب في القطاع ومآلات ذلك على القضية الفلسطينية والأمن في المنطقة برمتها. تطالعنا الآلة الإعلامية الإسرائيلية يوما بعد يوم بالمزيد من الأنباء عن تصاعد الخلاف في الشارع السياسي الإسرائيلي بشأن سيناريوهات اليوم التالي في قطاع غزة. فمع رصد التصريحات المختلفة بالداخل الإسرائيلي ساسة وعسكريين ومعارضة، أصبح جليا للقاصي والداني أن إسرائيل ليس لديها سيناريو واضح للتعامل مع اليوم التالي من انتهاء الحرب على غزة. وفي ظل ذلك التخبط، طلب قادة الدول العربية في قمتهم الأخيرة بالبحرين في بيانهم الختامي، طلبوا بنشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وهو الأمر الذي يقطع الطريق أمام المخططات الإسرائيلية التي تتجاهل عن عمد أن نتنياهو وآلته العسكرية لم تحقق أي انتصار حقيقي على الأرض وسط مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية. كما يتجاهل الغرور الإسرائيلي الحديث عن مستقبل القطاع دون وقف عدوانه الوحشي الذي حصد أرواح نحو 36,000 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال. كما أن الدول العربية لا تزال تؤمن أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية لن يكون إلا بإنفاذ حل الدولتين، كما أنها طالبت أيضا بوجود جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذه. مصر وفي مناسبات عديدة أكدت على ضرورة ترتيب وتوحيد البيت الداخلي الفلسطيني بما يمكن الأشقاء الفلسطينيين من مواجهة أي مخططات قد تحبط المساعي المجمدة لتحقيق حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد أكثر من 15 مواطنا فلسطينيا وجرح 30 آخرين إثر قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جبليا شمالي قطاع غزة. كما أشارت الوكالة إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 25 بعد 200 على التوالي عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة. تركزت في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 3 آخرين في قصف جوي ومدفعي للاحتلال على مختلف أنحاء المدينة. مشاهدينا، ننتقل بحضراتكم الآن إلى محافظة بني سويف، حيث يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب جولة تفقدية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا أن أنا أرحب بحضراتكم معنا النهاردة في الجولة في محافظة بني سويف. الحقيقة النهاردة أنا بشرف بوجود زملائي معي، معالي وزير الاتصالات، معالي وزير التنمية المحلية، معالي وزير الصناعة، طبعا معالي المحافظ بني سويف ورئيس هيئة الاستثمار، ان احنا بنزور النهاردة 4 مصانع في منطقتين صناعيتين كبار جدا، منطقة كومر ابو راضي ومنطقة بياض العرب. وطبعا هننتقل بعد هذا المؤتمر للقرية التكنولوجية علشان معالي وزير الاتصالات نقابل هناك الحقيقة العديد من الشركات التعهيد وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة يمكن الجولات اللي احنا بنقوم بيها النهاردة كلها بتأتي في إطار رؤية الدولة
ورؤية مصر 2030 اللي اتكلمنا فيها على ان عندنا اربع قطاعات رئيسية هم اللي هيقودوا الاقتصاد المصري: قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة. ولو حضراتكم بتتابعوا معانا يعني سواء طبعا الافتتاحات اللي بنشرف فيها بوجود فخامة الرئيس معانا، وكانت مؤخرا الدلتا الجديدة والمشروع الضخم والعملاق اللي احنا مصر كلها النهاردة بتتكاتف وراه في موضوع الاستصلاح الزراعي وإضافة أكتر من 4 مليون فدان جدد للأراضي الزراعية، ده بيأتي بالتحديد في تطوير إزاي قطاع الزراعة، والدولة إزاي المصرية النهاردة بتصرف وبتنفق وتستثمر مئات المليارات من الجنيهات عشان نضيف الأراضي الزراعية، لأن الأراضي الزراعية زي ما فخامة الرئيس اتكلم يوم الافتتاح المشروع الخاص بدلتا الدلتا الجديدة، اتكلم ده أمن قومي، وإن لا من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، وإن إحنا إزاي بنستهدف من خلال إضافة هذه الأراضي إن إحنا نزود الرقعة الزراعية، نضيف محاصيل بنستوردها النهاردة عشان نغطي زيادة سكانية كبيرة، وكمان نصنع تصنيع زراعي عشان سواء نغطي السوق المحلي أو إن إحنا نصدر. موضوع الصناعة وزي ما حضراتكم بتتابعوا معايا يعني ما فيش اسبوع تقريبا غيره بنحاول ان احنا نزور مصانع للقطاع الخاص، والحقيقة كل يوم بيبقى بنستهدف صناعات بعينها وقطاعات بعينها، والحقيقة كل شغل الحكومة الشاغل النهاردة ازاي هذا القطاع، قطاع الصناعة، ينمو بطريقة مطردة في خلال الفترة الجاية، ازاي فعلا تحصل طفرات هائلة في قطاع الصناعة عشان نغطي السوق المحلي وعشان نزود قيمة صادراتنا في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وحضراتكم بخلاف الزيارات الميدانية مفيش أسبوع بيعدي غير لما بكون عامل اجتماعات مع الغرف ومع مجالس التصدير علشان نناقش المستهدفات وإزاي إن إحنا نصل إلى 2030 فعلا إلى قيمة صادرات إن شاء الله إجمالية للدولة المصرية تتجاوز 145 مليار دولار. النهاردة يمكن بنتكلم أيضا في منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز لها هتتعمل وإنها هنطورها لقطاع الصناعة، ويمكن كنا بنتكلم في الصباح الباكر لما كنا بنزور مصانع طبعا مجمعات مصانع العربي وسامسونج، إن النهاردة اللي احنا بنستهدفه إن شاء الله للأربع والخمس سنين الجايين إن النهاردة المكون المحلي والقيمة المضافة لازم تزيد بصورة كبيرة جدا. الصناعة النهاردة ودي اللي احنا بنتوافق عليها مع مجالس التصدير ومع الغرف الصناعية، اذا كان النهاردة واحنا واقفين النهاردة بعض الصناعات مثلا بتقول انا المكون المحلي بتاعي 40% وباخد قدامه دعم الصادرات ورد اعباء الصادرات، ما ينفعش ان احنا نفضل لمدة خمس سنين قدام هي نفس النسبة 40% وياخد دعم الصادرات برضه، لا لازم يبقى في خطة بنضعها بالتوافق ان المكون المحلي كل سنة بيتضاعف وقصاده دعم الصادرات ورد اعباء الصادرات تبقى موجودة او تزيد كمان. طب الراجل اللي هيفضل ثابت على 40% هو النهاردة ويقول لي بعد خمس سنين هفضل 40% زي ما انا، لا يبقى دعم الصادرات بتاعه يقل بصورة كبيرة جدا بعد خمس سنين. هدفي ايه من البرنامج ده؟ ان احنا نحفز الصناعة انها تزود وتعمق الصناعة وتكبر شغلها وتعتمد على المنتج المحلي وعلى الصناعة المحلية. هو ده اللي احنا بنستهدفه النهاردة في قطاع الصناعة، مش فقط ان انا اصنع وافتح مصانع جديدة، ولكن كمان ازاي اعمق التصنيع المحلي وازود القيمة المضافة لكل الصناعات بتاعتنا. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو من اكبر القطاعات اللي بتنمو سنويا، واحنا الحقيقة ببقى يعني دايما مع معالي وزير الاتصالات بنناقش ازاي هنزود صادرات هذا القطاع ونزود فرص العمل، وفخامة الرئيس أيضا اتكلم على هذا القطاع تحديدا وهو بيفتتح مركز البيانات في العين السخنة، واتكلمنا قد إيه إن هذا القطاع قطاع واعد جدا في مصر، وإن إحنا النهاردة لازم كثقافة شباب وأسر إن إحنا نشجع شبابنا إن هم يدخلوا هذا القطاع. النهاردة هنزور المركز التكنولوجي والقرية التكنولوجية، احنا النهاردة بنطور حتى في منظومة التعليم العالي الجامعات التكنولوجية، بنشجع انشاء هذه النوعية من الجامعات عشان تخدم وراء هذا الغرض. يمكن احنا بعد نهاية الجولة هنرجع على المتحف المصري الكبير عشان المؤتمر الكبير اللي معقود هناك لشركات ريادة الأعمال على مستوى المنطقة كلها،
واللي كلها بتصب أيضا في إطار هذا التوجه تشجيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قطاع السياحة، احنا كنت لسه قاعد مع كبار رجال السياحة في مصر، بضع معاهم المستهدفات اللي احنا عايزينها على مدار مش فقط 5 سنين، على مدار 10 سنين لهذه الصناعة، لأن مصر تستاهل أن يكون عندها 50 و60 مليون سائح في السنة. اللي أنا طلبته منهم ادوني خطة واضحة عشان نحقق هذا المستهدف اللي مطلوب مني كدولة، وهو ده اللي أنا يبقى دوري مع القطاع الخاص أن احنا نشجعه ونشتغل معاهم على تحقيق هذا الهدف إن شاء الله. الشيء اللي يفرح النهاردة، وأرجو من حضراتكم يعني هسترجع معاكم الأربع مصانع، احنا بدأنا بمجموعة العربي وشفنا المصانع اللي هي يعني حضراتكم زرناها، والمصانع دي احنا كل هذه المصانع تقريبا زرناها قبل كده، فخامة الرئيس شرفنا بافتتاح عدد منها، ولكن الأهم النهاردة اللي شايفينه التوسع الكبير ودخول منتجات جديدة في هذه المصانع. يعني شرفنا يعني بتواجد فخامة الرئيس في مصنع سامسونج منذ سنوات، من يمكن 2018-2019 على مصنع الشاشات. النهاردة تفقدنا خطوط إنتاج الموبايل والتابلت، والنهاردة بنتكلم مع الشركة النهاردة إن هم بينتجوا النهاردة 2 مليون جهاز موبايل في السنة. التوسعات بتاعتهم اللي هتتفتح على منتصف العام القادم هتخلي إنتاجهم يصل إلى 5 إلى 6 مليون جهاز موبايل في السنة، بماركات أو براندات وأنواع أكثر تقدماً وأكثر حداثة، ودي يمكن شفناها في المعرض اللي هم حاطينه التابلت. والنهاردة بديين إن التابلت اللي بيعملوه اللي هو بيسلم للطلبة بتوعنا في المدارس الثانوية، والنهاردة بنتكلم معاهم إن لازم تستهدفوا السوق كله مش فقط على عقد وزارة التربية والتعليم، وإن لازم يبقى كمان معاكم فكرة التصدير. نفس الكلام للشاشات، وشفنا قد ايه نقلة النوعية الكبيرة. مصنع العربي الحقيقة ولا يعني بمنتهى الفخر، هذه القلعة الصناعية اللي موجودة في مصر من بدايات الثمانينات، النهاردة كنا بنشوف ان هم وصلوا الى انتاج 142 مليون جهاز مختلف على مدار السنين اللي فات، 142 مليون قطعة جهاز مختلف بأنواع المختلفة، غسالات ومراوح وتلاجات وشاشات وخلافه. الأهم اللي كنت بناقشه مع المجموعة التطوير القادم، وإزاي إن إحنا ندخل النهاردة في تصنيع، وده بدأوا فعلا المواتير بتاعت الغسالات، لكن الأهم دلوقتي اللي إحنا كنا بنتكلم معهم فيه، وده تبقى برضو لتوجيهات سيادة الرئيس، ندخل في حاجات أكثر تعقيدا، الكمبريسورز، الكمبريسور اللي هو روح التلاجة وروح التكييف. فبالتالي ان هم خلاص المصنع بقى موجود وبينتجوه، وهيبدا ينتج ويبدا ان هو كمان يصدروا هذا المنتج للمصانع اللي شغاله في مصر وبره مصر ايضا، عشان مصر الهدف ان مصر هتبقى مركز اقليمي لتصنيع الاجهزه المنزليه بمختلف اشكالها على مستوى المنطقه كلها في خلال الفتره الجايه. عشان كده بنستقطب البراندات الكبيره جدا، يعني غير مجموعه العربي وسامسونج وال جي، حضراتكم تابعتوا معانا هاير، وتابعته معنا بوش، وتابعته بيكو، وتابعته مايديا. احنا عمالين نكتسب كل الشركات العالمية عشان تفتح في مصر، عشان مصر تبقى مركز للمنطقة كلها في هذا الشأن. الكلام ده بيترجم لإيه؟ مئات الملايين من الدولارات تصدير، عشرات الألاف من فرص العمل لشبابنا، وبنبقى عندنا النهى ونمتلك القدرة العلمية إن هذه الصناعة تبقى موجودة في مصر. ودي الحمد لله اللي احنا شغالين عليه بمنتهى القوة، وان شاء الله الارقام واضحة ومبشرة، واحنا شغالين مع كل هذه البراندات العالمية ان احنا ازاي نساعدهم عشان يتوسعوا. المصنعين اللي احنا زرناهم هنا في بياض العرب، المصنع الاولاني مصنع كرمان، وده مصنع للأدوية، وشفنا قد ايه التوسع اللي هم شغالين عليه، وبينتجوا النهاردة الاهم، مش فقط ان احنا بنتكلم على الكبسولات، ابتدوا يتكلموا على الاطرات العين، البخاخات اللي هي كانت مشكلة كبيرة جدا عندنا في مصر، ابتدى التصنيع اللي السنة الجاية هيبدأوا الامبولات والفايلز بتاعت الحقن يعني، والنهاردة بيتكلم على حجم شغل كبير جدا. الحقيقة يمكن يعني صاحب المصنع ورينا صورة وقت الازمة الاقتصادية ان كانت المشكلة الكبيرة اللي عنده المخازن كانت فاضية تماما نتيجة للمواد الخام، ما كانش عارف يجيب المواد الخام لانها كلها بالدولار، وبالتالي ما كانش قادر ان هو يشتغل. الحمد لله ما شاء الله دخلنا المخزن النهارده
حجم المواد الخام اللي موجودة، وبيقول إن إحنا النهاردة منطلقين بمنتهى القوة لتوسع في خطوط إنتاج جديدة، وابتدينا بنصدر لدول أوروبا ودول كتيرة جدا في هذا الشأن. بنختتم الجولة في هذا المصنع الجميل، مصنع هذا المصنع اللي بينتج الحقيقة، اللي هو مصنع إيميسا اللي بينتج البنطلونات الجينز. وحضراتكم يمكن المصنع ده برضو كان هناك يعني زيارة سابقة من 5 سنوات لي كبداية إنتاج. النهاردة المصنع زي ما حضراتكم شايفين بينتج 1,000,000 قطعة في السنة من بنطلونات الجينز لأعلى البراندات العالمية، وبيصدر لأوروبا. الخطة اللي مفرحة إن في خلال 4 سنين هيستهدف إنه يصل إلى 10,000,000 قطعة في السنة. النهاردة هو بيصدر ب16 مليون دولار أو يورو، هيبقى في خلال ال4 سنين بيصدر ب170 مليون. بيتكلم النهاردة عنده 1,500 عامل، في 4-5 سنين هيبقوا 15,000. هو ده تشجيع الصناعة، وإزاي الصناعة تقدر تتوسع، وإزاي الصناعة تقدر تنطلق في خلال الفترة الجاية. وبقعد أسمع منهم طب مشاكلكم إيه، تحدياتكم إيه، وبناخد القرار وإحنا موجودين في المصنع إزاي إن إحنا نزلل العقبات ليهم. هو ده الحقيقة الهدف بتاعة الحكومة الفترة الجاية، الصناعة 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 مع بقية القطاعات الأساسية اللي إحنا كلنا بنتابعها. ولكن فعلا إحنا شايفين إن عندنا فرصة كبيرة جدا إن هذا القطاع ينطلق بصورة كبيرة جدا، وإن شاء الله إن شاء الله مصر سترى كل الخير بإذن الله في خلال السنين الجاية، علشان نقدر فعلا نحقق مستهدفاتنا من زيادة التصدير، كسر موضوع الدولار اللي دايما إحنا كلنا كنا بنتكلم عليه، خلق فرص عمل، تعميق تصنيع محلي إن شاء الله. أنا بشكر حضراتكم وإن شاء الله نكمل الجولة للفترة الجاية. شكرا. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية ببني سويف. وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي وجود خطة لمضاعفة المكون المحلي في الصناعات المصرية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك 4 قطاعات يتم التركيز عليها، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف نحو 60 مليون سائحا سنويا. وعودة إلى الشأن الفلسطيني ميدانيا، حيث أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 35,386 شهيدا، بالإضافة إلى 79,366 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن وصول 83 شهيدا و105 مصابين إلى المستشفيات. يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب تباين وجهات النظر بين القيادتين السياسية والعسكرية. ومع تهديد كل من بيني غانتس وجادي أيزنكوت بالانسحاب من حكومة الحرب، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعنته للبقاء في منصبه السياسي لأطول فترة ممكنة. حالة من الغليان السياسي تسيطر على المشهد الداخلي في إسرائيل على خلفية اتساع هوة الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية فيما يتعلق بالحرب على غزة. فعلى وقع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت التي عبر خلالها عن رفضه التام للاحتلال العسكري لقطاع غزة، إدراكا منه بخطورة المناورة السياسية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته المتطرفة.
حكومة نتنياهو تحاول توظيف المفاهيم العملياتية لإدارة الحرب في غزة بشكل سياسي بهدف البقاء في المشهد السياسي أطول فترة ممكنة دون النظر إلى الاعتبارات والحسابات العسكرية لطول أمد تلك الحرب أو السيناريوهات المتوقعة في اليوم التالي، وهو ما سيوقع تل أبيب فيما وصفه وزير الخارجية الأمريكي بالمستنقع في ظل تعنت نتنياهو وحكومته المتطرفة وميلهم للاحتلال العسكري لقطاع غزة. على مستوى آخر، تلقي تلك الانقسامات بظلالها على مستقبل حكومة الحرب، فتصاعد الخلاف بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل له انعكاسات على تزايد الخلاف بين أعضاء حكومة الحرب الحالية، خاصة في ظل تأييد كل من بيني جانتس وجادي آيزنكوت عضوي المجلس دعوة وزير الدفاع، كما هدد مرارا بالانسحاب من حكومة الحرب، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة لليوم التالي للحرب في غزة. هذا الانقسام الداخلي في إسرائيل من شأنه أن يقلل فرص رهان رئيس الوزراء الإسرائيلي على استقرار الائتلاف الحكومي نتيجة إذعانه للابتزاز السياسي الذي يتعرض له من قبل شركائه في الائتلاف ومرونته في التعامل مع مطالبهم بشأن إدارة الحرب وسيناريوهات ما بعد انتهائها. تلك التباينات التي تتسع يوما بعد يوم بين المؤسسات الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري بدأت آثارها تظهر في تقديم مسؤولين كبار استقالاتهم، من أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أهرون هاليفي، وهو ما أفضى في النهاية حسب متابعين إلى تآكل شرعية الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. يأتي هذا في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد الإسرائيليين لبيني جانتس تفوق نسبة تأييدهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن نسبة تأييد نتنياهو تبلغ 32% وترتفع بين ناخبي حزب الليكود إلى 35%. أما جانتس المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو فهو الأكثر شعبية، حيث تبلغ نسبة تأييده بشكل عام 35%، ويرتفع هذا الرقم إلى 42% بين ناخبي يسار الوسط. صوت 48 ألف عامل في نقابة العاملين في جامعة كاليفورنيا والتي تضم 10 كليات، صوتوا لصالح البدء في الإضراب دفاعا عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين. يأتي ذلك بعد حملات الاعتقال والاعتداءات على الطلبة في الخيام الذين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد فشل إدارة الجامعة في معالجة الشكاوى المتعلقة بشأن التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. واعتبر نشطاء أن تصويت نقابة العاملين في الجامعة على البدء في الإضراب يوم الاثنين المقبل يشكل قرارا تاريخيا قد يدفع بالنقابات في جامعات أخرى واتحادات عمالية للإضراب دفاعا عن حق الطلبة في الاحتجاج من أجل القضية الفلسطينية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إنه لم يتبقى شيء تقريبا لتوزيعه في قطاع غزة. وأضاف المكتب عبر حسابه على منصة إكس أن وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بشكل سريع في القطاع المحاصر. بعد فشلها عسكريا على الأرض وإن أنكرت، تواصل إسرائيل دولة الاحتلال استخدام سلاحها الآخر لإبادة شعب ما زال مرابضا على أرضه حتى النفس الأخير. إنه سلاح التجويع الذي لم تقره يوما قوانين دولية أو شرائع سماوية أو حتى أعراف، سلاح يتقلد به كل من تتجرد منه إنسانيته ويعميه غرور الانتصار الواهم. ومع تصاعد المطالبات بسيناريو اليوم
التالي للحرب وقرب إعلان الهزيمة العسكرية، لم يعد أمام إسرائيل ساسة ومستوطنين غير استهداف شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة لقطاع غزة رغم التنديدات الدولية. الشاحنات هذه بعد ما فرغت حملتها في معبر ترقومية من خلال الشاحنات الفلسطينية على أساس تنقل للشاحنات الإسرائيلية لنقلها لقطاع غزة، وأثناء عملية التفريغ والتحميل قام قطعان المستوطنين بالهجوم على هذه الشاحنات وقاموا بإتلاف البضائع وحرق الشاحنات وتخريب وعملية تخريب ممنهجة، وللأسف وقف جنود الاحتلال متفرجين على المستوطنين وهم يقوموا بهذا الاعتداء. وما العجب إذا كان الداخل الإسرائيلي المنقلب على نتنياهو وحكومته وقراراته العسكرية برمتها هو نفسه من يتقبل سياسة التجويع، بل ويؤيدها بشدة رافعين شعارا عنوانه إذا كانت الإبادة لن تمس أبناءنا فلا عزاء لأبناء الغير. التأييد الشعبي الإسرائيلي المغجل للإنسانية أظهره استطلاع للرأي بهذا الشأن أجرته صحف إسرائيلية في فبراير الماضي، والذي كشف تأييد 68% من الإسرائيليين منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وفي ظل هذا التأييد لن يضيع نتنياهو الفرصة على نفسه لإنقاذ آخر ما تبقى في كرامته الإنسانية مستخدما سلاح شعبه المفضل قبل أن يقبل على أي خطوة انسحابية عسكرية محتملة. تاجر رفض يبيع لغزة، السائق رفض يحمل لغزة، وضعنا ليش؟ لأنه من الخوف طبعا. أنا إذا أنت بتشوف السيارات هذه إحنا خايفين نوقف على الالتفافة أو ننزل على المعبر بسبب عربدة المستوطنين. المستوطنين أجون عدواء على مفرقة ترقومية بعيد عن المعبر كيلومتر، ووقفوا وهاجمونا وإحنا شردنا سياراتنا لأنه بضايع الناس بضايعنا، وأنا سيارتي غالية علي وسيارة كمان زملائي غالية برضو علي كأنا مسؤول عنهم. ورغم شروع الولايات المتحدة ببناء رصيف بحري تقول إنه لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، ومن قبلها إدخال أطنان من المساعدات براً وأخرى عبر عمليات الإنزال الجوي، يزداد المشهد الإنساني في غزة تعقيداً وترويعاً في ظل عدم وجود جهات محددة تقوم بتوزيع المساعدات على الأرض، ليبقى الموت متربصاً ببطون العزل حتى يستفيق الضمير الإنساني من غفوته المتعمدة يوماً. يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غارتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية. وتأتي حدة الصراع وسط تواصل الجهود المصرية لاحتواء الموقف والوصول لوقف إطلاق النار. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين في ظل المتابعة المستمرة لما يحدث في العريش ورفح المصرية فيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة. بالطبع نتحدث عن يعني توقف لدخول المساعدات من الناحية الفلسطينية منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني، وهي تمنع دخول المساعدات الإغاثية من معبر رفح الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم، ولكن هذا لا يمنع استمرار فتح أبواب معبر رفح المصري منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة. نرى الشاحنات الإغاثية بمختلف أنواعها على يمين الطريق ويساره في العريش ورفح، والمخازن اللوجستية المختلفة نتحدث عن مئات الشاحنات وتصل لأكثر من 2000 شاحنة متوقفين بالفعل في هذه الأماكن في انتظار الدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة. بطبع قوات الاحتلال تصعد عملياتها في مدينة رفح الفلسطينية إما عن طريق القصف بالخاص بالطائرات أو حتى المدفعي أو حتى بعض العمليات البرية التي قامت بتوسعتها بالفعل خلال الأيام الماضية، وتحدثت الأونروا عن نزوح ما يقرب من 640 ألف نازح من المواطنين في رفح الفلسطينية ليتحركوا إلى الأماكن الآمنة التي كانت قد حددتها من قبل قوات الاحتلال، ولكن بالطبع يتم قصف حتى هذه الأماكن الآمنة ويتم قصف أيضا المدارس الإيواء الخاصة بالأونروا. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد صرحت بالأمس ببدء العمل بالفعل بالرصيف أو الميناء الخاص برصيف غزة، ودخلت الشحنة الأولى من بريطانيا التي تحركت من قبرص ووصلت بالفعل
إلى هذا الميناء على شواطئ غزة، وتسلمته الأمم المتحدة، منظمات الأمم المتحدة بالطبع في غزة وتحديدا الأونروا. هذه يعني هذه يعتبر الشحنة الأولى التي تصل من بريطانيا إلى الأشقاء في قطاع غزة عن طريق هذا الميناء. ومن الناحية الأخرى أيضا من الضفة الغربية دخلت بعض المساعدات الإغاثية، ولكن المستوطنين هناك في الضفة الغربية قاموا بالهجوم على هذه المساعدات ومنع وصول هذه المساعدات من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ما يدخل من الضفة الغربية أو حتى من يعني هذا الرصيف البحري لا يعد أقل من 10% من الاحتياجات الرئيسية للأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن الاحتياج اليومي ما يقرب من 500 شاحنة يوميا، لذلك يعتبر معبر رفح هو المعبر الأساسي، هو كرم أبو سالم لدخول هذه المساعدات الإغاثية. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى. أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم على بعد نحو 10 أميال بحرية جنوب غربي المخا في اليمن. وذكرت أمبري أن اتصالا لاسلكيا أشار إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ وأن حريقا اندلع على متنها، ولم تقدم الشركة تفاصيل عن الاتصال. وأضافت أمبري في وقت لاحق أن الناقلة تلقت مساعدة وأن الأنباء تفيد بأن إحدى وحدات التوجيه بالسفينة تعمل، ولم تذكر الشركة الجهة التي قدمت المساعدة. شاركت مصر في الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين خلال الدورة 33 لاجتماعات البنك الأوروبي التي انعقدت بأرمينيا تحت شعار معا نعزز الأثر. وألقت كلمة مصر أمام الاجتماع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، التي أكدت دعم القاهرة لجهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرة إلى أهمية تشجيع تبادل الخبرات بين الدول وضرورة التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص. كما أكدت المشاط على أهمية تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لزيادة الاستثمار الأخضر للقطاع الخاص من خلال برنامج نوفي ومشاركة تجربة مع دول أخرى. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للصك، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. We'll be right back.
انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين. خلال تفقده المشروعات الصناعية والتكنولوجية ببني سويف، مدبولي يشيد بجهود توطين الصناعة ويؤكد توفير الدولة لحوافز تعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية. رداً على مزاعم إسرائيلية بانسحابها، مصر تؤكد عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولية. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة لليوم 25 بعد 200 واستشهاد 15 فلسطينياً جراء قصف على مخيم جباليا شمالي القطاع. ختام الثالثة، دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.